بونجور، صباح الخير. هين عليا اوريكم المشهد اللي قدامي، بس مش عايزه اعمل كده دلوقتي. I have a quick insight. Super quick insight. Well, انا كان مفروض انزل مصر كمان يومين على قد عشقي ولهفتي اني انزل. والشنط almost مترتبة، but I changed my mind and I thought that I should stay a little more. اقعد شوية كمان هنا. But I changed my mind بعد ما صليت. يعني you know لما تقعد كده تصلي وتسأل ربنا هو الاختيار ده صح ولا غلط، and قلبك بيقفل منه او بيفتح. So الحاجة الوحيدة اللي حسيتها بشراسة انه مش عايزة اتعامل مع حد هيبعدني عن القرآن الكريم، ولا اخرج خروجة تبعدني عن القرآن، ولا اكلم حتى صاحبتي لو هتاخد وقتي من القرآن، او مش وقتي، صفاء ذهني صفاء روحي صغنن ده. هي في مرحلة كده اعتقد كلنا ممكن ربنا يرزقنا بيها، مرحلة بيور نظيف طهرة كده، عارف، في نوع كأنك لابس حاجة بيضة زيادة عن اللزوم ومش عايز يجي عليها اي نوع من انواع الدنس يعني. And then ومن غصب عن الواحد بيشوف كل حاجة برؤية مختلفة تماما. يعني عيني دلوقتي ما بتشوفش زي عيني من 3 4 شهور، كل يوم عن التاني، وحساسية بتعلى بزيادة. مثلا قابلت حد انا واختي، شفت موقف في سكان معين بيحصل جوايا في 3 ثواني لغاية ما بدأت تآمن، يعني اللي هو في حاجة، اللي هو this is not right، في حاجة. عارف اللي اقولك الطاقة السلبية والطاقة الايجابية، هقول لكم اللي انا بتخيله. بتخيل وده حقيقي اعتقد انه بيبقى في حواليا، مثلا سي انا قاعده بقرا قران صح، وبقراه بصوت عالي يعني مش سر. بتخيل ان في حواليا حضور من الملائكه، هم let's say هم 50 ملائكه حواليا من النور، فانا شايفه النور بزياده، شايفه كده. لما يكون في حضور لحد سلبي او لحد فيه شيطان او لحد جواه حقد او اي شعور سر، اي حاجه فيها خلل، بلاقي الملائكه دي بتجري بتنفر بتختفي، بتقول لي انا اسف، انا مش، احنا اسفين مش هنقعد جنبك دلوقتي. فهم حواليا من غير حد، انا دلوقتي من غير اي حد، تمام، مفيش حد حواليا، بتفرج بس على الشروق والميه وكده. مش عارفه اوريكم المشهد، مش هيبان قوي، لو عيني جاية بتفرج. And so I feel it. I feel good home. And then I ask God. عايزني اعمل ايه بقى؟ هعمل ايه النهاردة؟ هعمل ايه مع الناس؟ هكلم مين؟ هقول لمين ايه؟ هحلل ايه؟ بالذات في السياسة، انتوا عارفين مؤخرا السياسة طالبة معايا سياسة، فبتيجي كده ربنا يستر عليا. فوجودهم حواليا دلوقتي انا مبسوطة بيه قوي، لان هم بيساعدوني كمان وانا بقرأ القرآن الكريم، بيساعدوني اشوف رسالة غير اللي كنت بقراها في قبل كده. like واو، انا بقرأ سورة عبسة، عمري في حياتي ما قرأتها بالوضوح اللي انا شايفها دلوقتي. so I just wanna say that لما يجيلك اللحظات دي، احتمال ان انت تبقى لازم تعتكف شوية مع نفسك عشان تفهم ايه المطلوب منك بالظبط من الخالق بقى، عشان احنا بنتعامل ايه اللي مطلوب مننا من مديرنا، من جوازاتنا، من اهالينا، مننا، من رغباتنا يعني، صح. احنا معظم الوقت بنأدي طلب حد او حاجة او غريزة او شعور، بس تخيل كل يوم الواحد يصحى يسأل ربنا انت طالب مني ايه النهاردة. It's a شعور بأمان مرعب.
الله اكبر ما شاء الله، سكينه واطمئنان ورؤيه اوضح. هي ساعات بس ببقى نفسي اللي حواليا يشوف الرؤيه دي، بس عندي ما شاء الله لا قدر الله عندي حد من دمي عنده كده برضو، فاحنا مع بعض في الحته دي. اول ما بدانا الرحله دي اللي حوالينا كانوا بيشوفنا مجانين، انتوا مجانين ولا ايه؟ ايه قاعده جنب النخل والزرع وربنا بيقولي حاجه او شفتي حاجه؟ والاجمل الاطفال بقى، الطفل الصغير في الصلاه ساعات، مش ساعات هي بتحصل، لو حد حصل لها ده حاجه جميله، الطفل هيشوف اكتر لو في ملايكه او في ضوء او في نور، في نور حاضر والله، في ناس بتشوفها، فالطفل بياخد باله. مامي did you see something؟ auntie did you see something؟ هتلاقي الطفل يجي لك ويحضنك ويقعد جنبك، او الحيوانات اللي ترتاح لك. دول امان يعني، حضور الاطفال او الطبيعه اللي بتسبح بذكر الله كده، دول امان. تاكد ان هم لما يجوا حواليك كده يبقى اخر، لكن تحسس جدا من الطاقات الاخرى. فلو عندك رفاهيه انك تختفي، لو بعد الشر، في ناس يا عيني شغلها ما عندهاش الرفاهيه دي وشغلها خطر اصلا، اعتزلوا قبل ما تخشوا شغلكم، اعتزلوا، كلموا الرحمن عشان يجندكم بالملائكه اللي هتصد على طول الحاجه السيئه. I'm being that serious. I've had اللي قدامي عايز يأذيني and then he would run away، يهرب مني بدل ما يأذي، لأنه الحضور اللي حواليا بيخليهم ابعد. هي لو لوحدها وبنته ممكن تبقى ضعيفة، بس حضور الملائكة اللي حواليا أو يمكن جن المسلم الله أعلم بيقولوا ابعد ابعد. So if you feel that way ما تلوثي طاقتك، it's not fair، بالذات البنت المرأة. يعني اللي هيحس بكده لو راجل من شبابنا شريف قوي يعني متربي صح ومع الله، بنات عفيفة، أمهات يعني مخلصة، ممكن يحسوا كده. لازم يكون حد استغنى عن فتن أو استغنى عن حاجات بنتحس يعني، حاجات كده جوانا، حاجات اللي احنا عايزين نعملها، هوانا. حتى لو البوذيين يعني يقعد يقول لك ايه، استغنى عن الاكل والشرب والكلام ده عشان تحس اكتر. ساعات احنا بنحتاج نصوم عشان نشوف، المؤمن مثلا لو مش متجوز وبتاع صوم عشان غريزتك او يعني هواك الداخلي ده ما ياكل، فهم بيتطرفوا فيها شويه، لكن عندنا احنا في الدين الاسلامي المؤمنين هيفهموا قصدي. It's a beautiful feeling guys، اهربوا من اي حد هيبعد عنكم حضور الملائكة، خسارة. انا في صحبة الملائكة، جيراني وصحابي وحواليا وقاعدين ومبسوطين بنظافة الوجود، الريحة اللي انا حطاها الله عارم بيشم ولا لا، وسامعيني وانا بترتل القرآن، فهم مبسوطين. مش not worth it بقى ان انا اروح اقابل صاحبتي الحشورة دلوقتي ويبعدوا عني. احنا في عرض ان احنا نفهم رسائل الرحمن. خلاص الشمس طلعت، I gotta go، سلام.